باخد الشهاده دي ليه؟ كل واحد عنده اسبابه وعنده طموح. الشهادات الدوليه اللي زي سي ال تي هي شهادات بتدي لحضرتك كده يعني شورت كات ان انت تقدر تاخد اكبر قدر من البراكتيكال والاكاديميك نوليدج، ودي بقى المهمه جدا واللي انا بحاول طول عمري ان انا اقولها للناس. تلاقي ناس شغاله فاهمه دوكيومنتيشن، يعني فاهم بوالص وفاهم مش عارف فواتير و و و تيجي تساله في الانكو تيرمز مثلا تلاقيه فاهم اثنين انكو تيرم، يقول لك هو سي اي اف واف او بي، فوب وسيف يعني زي باللغه المينا يعني. طب بقيه الحاجات يقول لك لا ما نستخدمهاش. تيجي عنده شحنه يلاقي فيها دي اي بي، يقول لك ايه ده معناه ايه ما شفتوش قبل كده. طب ده كل كلمه فيها فلوس، اللي انت الثلاث حروف اللي انت مش فاهمهم دول ممكن يودوك ورا الشمس. واحد تاني نفس القصه شغال في السفن، شغال في الشيبنج مثلا يعني، ومش فاهم الشيبنج تيرمز، مش عارف يعني ايه لاينر تيرمز، مش عارف يعني ايه فري ان فري اوت، فتلاقيه دايما عنده حتت ناقصه يعني ما عندوش المعلومه الكامله. فالبراكتيكال لوحدها ما تنفعش، والاكاديميك لوحدها ما تنفعش، لان انت مهما قلت لك مهما شرحت لك ان الحاويه دي ابعادها كذا ومقاساتها كذا وتفتح الباب كذا وتحط ايه وفي حاجه اسمها اوبن توب ولا في حاجه اسمها مش عارف ايه وريفر ويوي، لكن لو ما شفتوش بعينك، لو ما دخلتش كده وشفت الحاويه دي بتتعمل ازاي وبتتفضى ازاي وبتتعمل ازاي، كل التفاصيل اللي موجوده في الحياه الواقعيه مش هتتخيلها، وعمرك ما هتعرف تفكر صح. يعني في الاخر هيبقى محدود التفكير بتاعك، محدود ليه؟ لانك ما عندكش المعلومه الكامله، ما عندكش الجزء البراكتيكال. فدي حاجه من الحاجات اللي انا دايما بصر عليها، ان دايما الواحد يحاول يجمع ما بين الاثنين، الجزء الاكاديمي والجزء العملي، وده اللي احنا هنحاول ان شاء الله نعمله في الشهاده دي. انت مش جاي تدرس، احنا مش في كليه يعني. الشهاده بمنتهى البساطه فيها لازم حضرتك تمر بأربعة موديولز على الأقل. لازم حضرتك تاخد أربعة موديولز على الأقل. إيه هم الأربعة موديولز؟ مانجمنت إن لوجيستكس أند ترانسبورت. عندي سبلاي تشين مانجمنت، موفمنت أوف جودز، سورسينج أند بروكيورمنت. اللوجيستكس سبلاي تشين ما هياش أكتر، ما هياش معلومات قد ما هي قدرة على التصرف، قدرة على الإدارة، قدرة على اتخاذ قرار، قدرة على التعامل مع زملائك، قدرة على الكوميونيكيشن ما بينك وبين زمايلك. قدرة على فهم الموقف والبروبلم سولفنج، حل المشكلات، في سكيلز كتير جدا يعني مهمة جدا جدا في السبلاي تشين واللوجيستكس، لو انت ناوي تشتغل فيهم او انت بالفعل شغال فيهم وعايز تنمي قدراتك لازم تشتغل على السكيلز دي. من الادارة. بنمشي ازاي احنا في السيشنز دي؟ بندرس ازاي؟ عشان تاخد الشهادة دي انت محتاج تحضر اونلاين سيشنز اللي احنا هنشتغلها مع بعض دي كده يعني. وهتلاقي فيديوز، والفيديوز دي ريليتد الموضوع، وساعات بدل ما نتكلم كتير بدل ما نكتب كتير بنجيب فيديوز. هتلاقيها في صلب الموضوع. شكرا جزيلا ويا رب ان شاء الله بالتوفيق.